اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم مطبخ ست البيت. انا منال وهكون معاكم النهارده علشان تشاركوني وصفتي. وصفتي ان شاء الله هتكون سهله ولذيذه زي كل يوم. وصفتي النهارده كيكه بالبطاطس، هي اسمها كيكه حاره بالبطاطس. صاحبتي اللي معلمهاني مسميها كده عشان هي بتحط فيها فلفل حامي، حتى لو ما حطتش فيها فلفل حامي برضو بقول عليها كيكه حاره، يعني كيكه حاميه. هي سهله قوي. هنبدا، هقول مقاديرها وانا بعملها. هجيب بولة هنشفها بس عشان لما احط الدقيق، عشان لقيتها مبلولة شوية. وهجيب معلقة، ممكن اجيب ايه اجهزه بس كده جنبي احتمال احتاجه. بصوا انا هجيب كمية دقيق، هي بتتعمل بكمية دقيق قليلة جدا، يعني حوالي 3/4 كوباية دقيق. انا هعمل العجينة، انتوا مش هتتخيلوا ازاي بكمية دقيق صغيرة كده، بس احنا بنستخدم كمية عجينة قليلة قوي. انا ممكن اكترها شوية بس عشان ايه ما تقلقوش، ولو زادت مش مشكلة، بس عشان يعني تبقوا مطمنين انها تكفي. الكمية دي من الدقيق هحط عليها حبة بيكنج باودر صغيرين، يعني تقريبا نص معلقة، نص معلقة صغيرة مش كبيرة بس. وهقلبها كده وهحط على العجينة رشة ملح ورشة فلفل اسود. يبقى احنا ايه ملحناها وحطينا عليها الفلفل الاسود. هعمل لها بقى انا جهزت العجينه هنا، يعني جهزت الدقيق بس علشان قلت احط الحاجات قدامكم قبل ما انسى اي حاجه. هجيب بقى هنا اهوت عندي صدر فرخه، هي بتتعمل بمكونات بسيطه جدا. هحط شويه زيت، وطبعا طالما هشوح فراخ يبقى لازم يكون في ايه، يكون في مستكه، يكون في قرفه، لا ده كمون، يكون فيه قرفة، ويكون فيه حبهان. هسيبهم بقى يسيحوا عشان مش هحط الفراخ الا وهم ايه وهي سخنة. بصوا بقى انا هعمل ايه، انا هجيب مقدار معلقتين لبن، مش هحط اكتر من كده الا لما اشوف. وهقلب، وهجيب بيضاية واحدة، وهقلبها كده بالبيضاية. بصوا هي سهلة ازاي، في الاول ما بحطش الا كمية لبن صغيرة، وبعد كده ابدأ ازود. ريحة الفلفل الاسود اول ما حطيت اللبن فاحت. بصوا هي بتبقى عجينة سمكها سمك البشاميل الخفيف. بصوا بدأت تلف معايا ازاي، وازود بقى اللبن بعد كده على قد ما تاخد معايا بحيث توصل لدرجة سيولة معينة. بحط حبة بحبة عشان ما يحصلش كلكعة. شفتوا وصفة سهلة ازاي وبسيطة، يعني اخدت معايا دلوقتي حوالي 5 معالق، ما كل دلقة كده جيب معلقة تقريبا. بصوا خفيفة وحلوة ازاي. احط سنة تاني، لحد لما اهو بصوا كده برفعها بتنزل اهي، هو ده بقى القوام اللي انا عايزاه، يعني تقريبا قوام البشاميل. عندي هنا خلاص الزيت سخن، احط الفراخ عشان تتشوح. بصوا بقى لما بنصبر على الزيت لما بيسخن
انا هشيل دي على جنب هنا علشان ايه لحد ما اشوح الفراخ، وما استعملناش المضرب ولا حاجه، نرجعه مكانه. بصوا قد ايه الموضوع بتاعها سهل وبسيط، ولا في بقى مضرب كهربا ولا في اي حاجه، حاجه كده سهله وبسيطه ولذيذه. اهي الفراخ هشوحها، ريحه المستكه مع ريحه حبه الهان مع القرفه ريحه فعلا جميله. بصوا بقى احنا هنعمل لها خلطه مكونه من ايه، مكونه من بيضتين مع البيضتين دول حته قشطه، هجيب بس شوكه هربك البيضتين وطبعا زي ما بحط توابل بحط على البيض، مش عايزه اوسخ القشطه بال. بصوا وهباشر الفراخ، انا مش عايزه الفراخ تستوي قوي لانها لسه هتدخل الفرن، يا دوبك اتشوحت كده اضيف لها البصل، بصل كتير عشان يديها طعم حلو. يبقى احنا عملنا ايه في الكيكه الحاره او الكيكه الحاميه بتاعتنا دي، كيكه البطاطس، احنا شوحنا صدر فراخ بالمستكه والحبهان وشوحنا معاه ايه بصلايه. عملنا ايه في العجينه نفسها، جبنا كوبايه الا ربع دقيق وحطينا معاهم بيضايه وحوالي 5 معالق لبن وملح وفلفل وقلبناهم جامد. هنجيب ايه بقى العامل اللي هيربط كل ده، بيضتين ومعاهم حته قشطه، وطبعا هنحط عليهم توابل. القشطه مش راضيه تفك، ساقعه جايه من الثلاجه ساقعه، بس مش مشكله بتدخل الفرن بتسيح يعني مفيش مشكله. حلو قوي طالما في بيض نحط مستردة، بتحلي بصراحة يعني بتدي طعم جميل. اللي مش عاوز ما يحطش، دي مش حاجات أساسية في الوصفة، الأساسي في الوصفة الخطوات، دايما الخطوات هي أساس كل حاجة. هحط عليهم رشة فلفل أسود ورشة ملح، وهحط هنا رشة ملح أحيق كل حاجة، وبرده رشة فلفل اسود، وهحط ايه رشة بقى البهار الجميل بتاعنا دوت، وهقلب هنا. ريحة البصل بالفراخ فعلا حلوة. بس كده، وهرجع للبيض. بصوا بقى انا عامله ايه، انا جايبه صينيه ودهناها زيت ومبطناها بالدقيق. ليه؟ علشان اضمن انا بعمل كيكه انها ما تلزقش. المفروض الكيكه دي لو انا عاملاها في صينيه عاديه بيبقى الوش بتاعها يعني بعد ما بقلبها برجعها لقدام تاني ويبقى وشها البطاطس، عشان كده بنساوي البطاطس. بس لما يكون عندي مثلا قالب على شكل ورده على شكل معين وانا عايزه اظهر الشكل ده بقلبها واخليه هو الفوق والبطاطس اللي تحت. فايا كان بقى انا برصص البطاطس علشان لو مش عايزه اخليها على الظهر بتاعها واخليها على الوش اللي هو البطاطس تبقى البطاطس شكلها جميل. هبص بقى هنا ريحتها حلوه جدا جدا، عشان ما تتفلش هطفي عليها كفايه قوي كده، وهسيبها تهدى، هفضيها من الطاسه في طبق عشان تهدى بسرعه. بصوا عايزاها تهدى على قد ما اقدر عشان ما احطهاش على العجينه وهي سخنه، ريحتها مش قادره اقول لكم حلوه ازاي. بصوا بقى انا هحط هنا العجينه في النص كده، هتقولوا لي دي قليله جدا، احنا لما هنحط الخلطه هتبدا العجينه تطلع شويه على الجناب، واحنا اصلا مش عايزين عجينه كتير، احنا عايزين حاجه بس تبقى قاعده، يعني احنا عاملين لينا كده قاعده بسيطه من العجينة، هي دي اللي احنا عايزينها.
وهي احنا تلقائي لما هنحط الحشوة بتاعتنا هتروح طالعة على الجديد. ما نقلقش بقى لما نشوف المنظر ده. هقول لكم بقى على بقية المكونات اللي عندنا. انا عندي جبنة شيدر مقطعاها، هجيب بس الصينية هنا لحد ما اقطع البيض. احنا بنحط الحشوة اللي احنا عايزينها في الكيكة ديت. انا النهاردة هحط فراخ وهحط بيض وجبنة شيدر وزيتون وفلفل حامي، بس هو السمة المميزة ليها الفلفل الحامي اساس الوصفة. بصوا بحط شرايح كده اهوت. لو بقى احنا عندنا بيض بلدي صغير قوي، في ساعات بيض بلدي بيبقى صغير كده، بتتحط البيضايه نصين او صحيحه بتبقى جميله جدا برضو. هجيب بقى الصينيه وهبدا احط الخلطه. انا هجيب معلقه عشان احطها بالراحه ما تبقاش في مكان واحد. هرصص الصينيه، هخلص ترصيصها ونطلع فاصل، بس هرصصها قدامكم عشان تشوفوها اترصصت ازاي. احط بقى بقيه كميه الفراخ والبصل. وهحط الجبنه الشيدر. وهضغط كده هتروح طالعة الكيكة على الجناب. احاول اوزع الجبنة الشيدر في كل حتة. وهرصص البيض. وهجيب الزيتون. والفلفل الحامي ما ننساهوش. وهجيب جزء من الخلطة وهحطه. وممكن عارفين يعني احط اغلب الخلطة وبس الوش عندي بقية القشطة ادهن بيه. اهم حاجة عندي جوه يمسك. هحطها كلها وهدهن الوش بالقشطة، هتكون ألطف. بصوا بقى هنرصصها. أنا كده وريتكم الكيكة شكل كل المكونات اللي فيها إيه. أنا هرصص البطاطس وهدهن وشها بالقشطة وهطلع فاصل صغير. استنوني عشان تشوفوا بقية وصفاتنا إيه. أنا مستنياكم.